جزاكم الله خيرا. هل يؤاخذ الله تبارك وتعالى الإنسان في الوسوسة التي تحدث في الصلاة أو في غير الصلاة؟ الله جل وعلا لا يؤاخذ الإنسان بالوسوسة لأنها ليست باختياره، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي خطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولكن على الإنسان أن يدافع عن الوسواس وأن يعمل الأشياء التي تمنع عنه الوسواس، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يستحضر عظمة ربه في الصلاة ووقوفه بين يدي ربه عز وجل. فإذا استحضر هذه المعاني فإن هذا يطرد عنه الوساوس بإذن الله. نعم.